الله اكبر. دي مات 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 مات. قبل لا نبدأ المقطع شباب، اليوم حضركم فيديو انا وسيار كركي، يعني فتشي كارثي. لكن قلت قبل ما يعني ورا ما صورت الفيديو انا وياه قلنا خل اصوركم المقدمه هذه. احب اقول لكم على فتشي شغله، طبعا اليوتيوبر العراقيين والعرب بشكل عام هسه قاعد يلعبون على الشرق الاوسط ميدل ايست، خلاص بعد وداعا اوروبا وداعا نورث امريكا، ولو احنا نلعب نورث امريكا بس يعني بس النوبيه، المهم وداعا ميدل ايست، وانا اقصد مرحبا بك ميدل ايست ووداعا اوروبا. صح البنج مالته بالنسبه لي زين، بس بالنسبه للوطن العربي راح اقوم احكي اقوم طياره كلها عرب تصير لك ايش اريد. والبنج بالنسبه لكم راح يتحسن بشكل مو طبيعي. طبعا هاي شغله. الشغله الثانيه اللي انا اشتريت، طبعا مثل ما تدرون اشتريت السيزون، شايف شيء كارثي مو طبيعي، الله على البدلان حركات والسوالف. المهم اكو صراحه القناص، انا صاير بقلب هذا القناص اشتري. عمي خلاص اشتري يا خربانه خربانه، لكي لكي جاري لكي خفوا كل شوف راح على الانفنتوري اشوفه. طبعا السيزون السابع اللي دمار، وانا فلوس كلك حركات ابو عطوان كلك فلوس فلوس ايوه الام باعوله لك هلا بحسك مع اللون البنفسجي لك تقول شنو يا اخي والله العظيم سكنات تخبل. بعض السيزن بعض السيزن بعض الملابس البي وعلى الحركات عشان هذا وهاي هاي انا عندي اياها القنابل الدخانية فتشي كارثي. بابا الايكي الله الله بابا هاي الايكي تقول شنها تحفة فنية. وهاي هم لازم واحد ياخذها، والله والله لازم واحد ياخذها. المهم ما طبعا عليكم خلينا نبدأ المقطع. السلام عليكم، شكرا حبايبي ان شاء الله بخيركم ابو عطوان، واليوم جايبكم حلقه رهيبه ويا ضيف جدا رهيب واحبه وصديقي من زمان لعبت وياه طبعا مقطع قديم على ماينكرافت وكان جدا حلو وقتها، صديقي سلار الكركي. يا هلا ابو عطوان، شلونك؟ هلا بيك الورده. كل متابعينك صراحه جدا مستمتع بتصور وياك اليوم، متحمس اي مثل الفيديو الاول اللي صورنا. شباب شايفين واحد يسوي انا اسوي الرفاي في العدو، يقول ايش تسوي يا محمد؟ اقول ده اسوي لك الرفاي بس ما تطلع الدقمه، يقول يا دقمه انا مو انا هذا مو انا. يعني شباب المقطع اللي صورناه بقناتي يفوتكم والله عقلكم يا جوا بالوصف، اذا ما شفته عمرك خساره، روح جوا. وطبعا اذا انت ما تعرف سلام الكركي وما مشترك عند قناه عمرك خساره، شيء رهيب. اشترك جوا وكتبوا لهم جيش ابو عطوان اذا ما تعرفوا، واذا تعرفوا بعد احسن كتبوا احنا جيش ابو عطوان وجيش سلام الكركي حتى نعرف انكم انتوا يعني. المهم انزلوا هناك وخلوا لايك واشتركوا بالقناه، وهذا الفيديو ايضا خلوا لايك واشتركوا بالقناه، وراح نبدا الفيديو مالتنا. طبعا هو محضر العقاب، ما يقبل يقول لي العقاب شنو، يجي لي ورا نهايه الفيديو بس هي داخل منك الموافقه. عم انا موافقه قدام الناس، انا رجال وعد كلمتي يعني، بس بشرفك مو فد فشي ذبني جوا بالسجن الله يخليك، انا باوروبا مو بالعراق. اي انا ما سجن ما اضمن لك اياه. العقاب شباب مو شقه مو شقه، صحيح العقاب جزء يوده وعطوان الداهيه فاني اوكي ما. يلا يستاهل اذا بيبوا شهادات يستاهل. لا واثقه من نفسيها مش واخد بالك. شوف صريح صريح صريح، اهم شيء مشاهدات شباب. صريح صريح الرجال صريح. حبيبي يلا يلا خلينا نبدي ابدي. اي شباب طبعا اللي ما يعرف احنا اليوم على تحدينا شلون مختلف، يعني تحدي الاصدقاء الاعداء انا راح اسميه. الله لان اول واحد يكنو يصير نوك هو الخسران. اول نوك ولا اول موته يعني قصدك؟ اللي يموت ويبقى عدل ما افتهم. هو بالحالتين اللي يصير نوك راح يموت لان انا ما راح اسوي ريفايف. الله هذا واحد. لا 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 شنو؟ شنو يا عطوان؟ جايك جايك ابو عطوان راح يهيلني مو؟ اكيد شباب جايك جايك. انت قصدك من النوك لو واحد يموت عمود اعرف. يموت يموت لان انت تهيني يعني تصير طيب بعطوان يا باي سوينا لك تخفيضات من اس. شباب راح نغير القانون نسوي اللي يموت وبعد ما يقدر يرجع حلو؟ اه يعني اذا انت صرت عندك انا لازم اهيلك. اي طبعا بس اذا هاي اذا دق دق شو اسمه هاي وقت 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 اخر. يعني صلى الله كريم الله هي على الطيبه تعتمد، الموضوع يعتمد على الطيبه كله على الطيبه.
نزلنا؟ ناني؟ ايه خل اروح. كفو كفو والله ما ادري شو خايف لا. ايه ابو عطان راح انتصر بالواجهة ايه؟ هو ملوت! لا والله ما ملوت. ملوت؟ اه لقيت 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 ابي شبابي كل شيء ولا تروح. الله عليك! الله! شنو انت سلار؟ بعد سوا شباب المتوحش! عافوا الام! لك عافوا الام! عافوا الام! عافوا الام! عافوا انا شايفك لاعب انت بشرفك شايفك لاعب بحياتك شايفك لاعب يعوف عافي الام ها اخاف عندهم ام ثاني من هاي هيجي ما عندهم ما عندهم لا شلون قاعد اخذ الطلاق طلق بس اي اخذ الطلاق هياته سمير ما اخذ الطلاق انا انت عندك بس كان ماتي بعد وضحني براحتك سياره 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 صدق الله كفو ابو عطوان صدق الله العظيم الام لصاحبه الله اقول لك تروح بركض لو تريد تلعب رياضه هاي شنو لابس بدله الكرافس والله ما ادري لك هاي بدله الكرافس شباب بها نعبي هاي ريحه نعناع شلون ما ادري بس لا تقولوا لي اي اساني خشمي مسدود يا معود بالعكس المفروض ينفتح على هالبركه هاي اي لك رمان اقول لك اذا سوفت فيك اذا فجر نفسي على اعداء بك واحد هذا بوت راح افجر نفسي علي يلا يلا بس مو عليك الله سوي لي ريفايف اوكي مو تدق بي دقي لا 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 شباب الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا لا الحين لا تفنشني الله اكبر الله اكبر بوت الله اكبر طيب بوسه سوي لي ريفايف هيلك لولا هيلك الله يخليك عفو بعد ما اسويه هيلك لولا مو صوتك صوتي انا ثقيت فيك لا لا اوكي لا 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 شباب هو هيلني مره انا المايله مره يعني تدرون اوه انت تبازي قلت له واحد بعيد ذاك دير بالك ورا شجرة تريد تروح ليه؟ وانا اسوي لك ريفايف تريد تروح تجرب لو بالقنبلة جرب يلا جرب بالقنبلة شباب العملية الانتحارية لا 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 انا مش حياتي والله مش بدي شي واحد لك شو سويت لك لا قتلوني من ورا لا مدت لا يا الهي خرب اللي تحكي صدق اوكي ثواني شباب يا نهاية العمليات الانتحارية وفوف والله تباي اي كفو راحوا الشباب خطايا مساكين. ايه هذا قدامك الله سمير بس هذا ايش خاتل من واحد معناته مو؟ اي علامة واحد هناك والله. ايه لا حلوة 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 حلوة. طيب شو حيسوي؟ ايه الله اكبر لي مات 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 هاي بالاخير طويل يا شباب هاي بالاخير طويل ترى السبعه رقم جيب سياره هياتي وقعته صاحبه جاء روح الفجر لا ثواني لا صاحبه ينام بالقاع لازم افتر لفرة منك راح افجر نفسي بيه واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا عرفته بس وين تدري وين بالضبط وش الباب عليهم جاب عطاء الله اكبر
يوم طب بين نص الزون احنا حاليا لاقينا مكان افرد افرد لحظه دوبك شفته ولا انت شفته قدامي شبابيك فارغه البيوت فارغه البيوت فارغه هذا واحد يبالا بعطون اوه ورا البيت شفت راسه افجر نفسي لا مو عليه ما افجر نفسي عليه لقيت انا اركض عاد لا اوه اخوان وقعت ولا واحد خرب لا بعطوان لا تربانك يلا حد دوبك وين رشوا عليك يم الباب كان اخر شيء لا 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 خرب ان دير بالك وين راح هذا ده هي مشكله يسوي له ريفايف تعال يجيب علي ده يسوي له ريفايف اركض ها ده يسوي له ريفايف تعال اركض يجيب عليه يمي عاشوا بعطوا لا يلي ايش الفايده انا خسرت انا ولا واحد قاعد شباب يعني تعادل يلا الجيم الثالث للأفس الشديد جيم اخير جيم حاسم راح نعرف ياه راح يفوز ما عندنا اي هذا جيمي هو شعر من عند غطيه الكاك دي بشرفك رمان بشرفك هذا هم طب جوا الصندوق خايش هاي سلاح طويل هاي الدي بي خلي اساعدك وصل ترى ما معقول يا شباب هاي شنو هاي اول مره تصير وياي اوه دوك لا 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 توقعني الا شوي والله العظيم اوف حتى انا مدمج اخ وقعت والله شباب اعطوان وقع تعال جوني عليك الله جوني دير قديم قبال راسي قوى راسي راح يشبر رمانه افلت دير عاشت ايدك فنش اجى واحد ثاني ورا واحد ثاني بين الحاويه الخضراء والخضراء الاخر تعال اعطيك سلاحي تعال اخذ سلاحي اخذ سلاح بسرعة نام يلقى نام قام زيت اخذ السلاح ماتي روح له يسوي له ريفايف هذا ما رش علينا الظاهر روح له رش له يلا هذا بصفك قبالي يا ورد سمير مش الله قاعد يلوي تعال عايش يا معود راح اموت شباب بتخصت والله بتخصت والله بتخصت شباب انا ياك تيم شلون اعوفك شباب بتخصت والله العظيم دقيقه بعضهم خلي هي انت بتخصت والله العظيم شباب لا لا يا معود والله متقصد اقسم بالله العظيم متقصد اقسم بالله مات شباب والله ما تبعد وانت متقصد ما هذه الضحيكه هذه ضحيكه ابو عطوان لقد خسرت الان انت شرير يا سلار انت شرير يا سلار تركتني اتوسل وغلست علي والله غلس علي شباب بس يلا مو مشكلة. لا لازم اهيل تدري يعني. ايه لازم اهيل وانتظرك تفوت. يلا ردها علي ان استطعت اردها عليك. عطوان يعني انا فزت عليك. شو نسمع التحدي؟ مستعد للعقاب. وما كنت تقول لي ها احنا هنا دولة ومدري شنو. لا يابا يقول لي اشرح انا اعطيتك والله شراب واكل انت والله اشرح السبب شنو تعطيني اشرب واكل. زين. خلنا نسمع. انا ما راح اخليك تاكل ولا راح اخليك تشرب. اوه جيد حلو اريدك ابو عطوان تطلع لي بالشارع بيها شي شباب كلنا نطلع كل سهل اي عاد ما بيها شي اريدك تشيل لوحه بيدك كرتونه ورقه كبيره ايه وتكتب بيها اشترك في قناه الكركي هاي لو يجي هو الاقرع ما اسويها ما ادري لا بعد الالقاب ما منتهي تطرن
ولازم تشوف لك شخص من العامة عشوائي ايه وتخليه يشتغل بقناتي. أنا هذا عقابي بعد. بس حابة أوجه رسالة باللغة الإنجليزية. أنا أرجع أوجه رسالة باللغة الإنجليزية. خرب. حلال اشترك بقناة الكركي. الله يخليكم اشتركوا. الله يخليكم. هاي ابو حرج هسه رقم الشهر ما اعرف جسم هسه شفنا واحد ما كعب ما احنا فارغه شفنا واحد ونرجع لكم اشتركوا بقناة الكركي. الله يخليكم. بعدين بصور شباب لحد الان ما شفنا اي احد قاعد ينتظر بلكي تلقانا. هذا 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 واحد هذا واحد هو قاعد يمشي. هاي وقف وقف. هاي هاي عربي انت تتكلم عربي شوي؟ هاي احكي عربي. دو مايند اسجلك فيديو عندي تحدي على اليوتيوب. فكرة التحدي انه صديقي حداني انه اشوف شخص يشترك في قناته هو. فاذا ما لقيت احد راح اخسر التحدي. ممكن تشترك في قناة صديقي حتى انا افوز التحدي. لان هو تحداني اذا ما اشترك فيه انا اخسر التحدي. يعني I will lose. Please can you subscribe to me. تعال صور تليفون. صور تليفون راح يشترك. صور تليفون. عم شوفان. اسمه الكركي. اي. اكتب لك اسمه. هذا هذا هو. بس سوي سبسكرايب له. خلي سوي لك سبسكرايب يعني حتى افوز التحدي يا صديقي. سبسكرايب سبسكرايب. هذا الحمراء بس اوكي لازم يدخل بالحسابات. ها سبسكرايب. اوكي ثانك يو باي باي ثانك يو يوتيوب. ولا تنسى مشاهده اخر اربع مقاطع.